اول معادله هي سيجما الفورسز في اتجاه الاكس ايكوال تو 0 وسيجما الفورسز في اتجاه الواي ايكوال تو 0 وسيجما الفورسز في اتجاه سوري سيجما المومنت اباوت اني بوينت في السيستم ايكوال تو 0. يبقى هما ثلاث معادلات رئيسيه بشتغل عليهم في حل اي مساله، وبالتالي لازم اتعرف على ازاي ادخل احل مساله الايكوليبرم في 2 دي. طيب عشان اعرف احل مساله الايكوليبرم في 2 دي لازم اتعرف على انواع السبورتنج سيستم. انواع السبورتنج سيستم بينقسم عندي انواع السبورتنج سيستم لثلاث انواع رئيسيه. اول نوع اسمه سيمبل سبورت. سيمبل سبورت ده بيدي رياكشن واحد، رد الفعل واحد، لان هو بيمنع الحركه في اتجاه واحد بس، لكن ما بيمنعش المومنت ولا بيمنع الحركه العموديه الثانيه. طيب بيبقى صورته عامله ازاي؟ بيبقى عامل زي القلم كده اهو، ورستد على الارض. طب القلم ده مسموح له ان هو يتحرك يمين وشمال، ومسموح له ان هو يروتيت عادي، لكن مش قادر ينزل لتحت اكتر من كده، فبالتالي يبقى رد الفعل ايه؟ عمودي على اتجاه الحركه اللي مسموح بيها. في صور تانيه ليه بتكون الصوره دي برضو رولر مسموح ان هو يتحرك يمين وشمال، يبقى رد الفعل ايه؟ عمودي على اتجاه الحركه. او الصوره دي برضو يبقى رد الفعل ايه؟ عمودي على اتجاه الحركه. يبقى ده اسمه سيمبل سبورت، وبيدي رياكشن واحد عمودي على اتجاه الحركه اللي مسموح بيها. النوع الثاني اسمه هنجد سبورت او بن سبورت، ومن اسمه بيبقى عباره عن ايه؟ هو متثبت في الارض وسامح بالمومنت بس، لكن لا بيتحرك في الاكس ولا بيتحرك في الواي، فبيظهر عندي ار اكس وبيظهر عندي ار واي، ودي الصوره بتاعته. النوع الثالث والاخير هو الفيكسد سبورت. الفيكسد سبورت ده عباره عن ايه؟ زي عمود النور كده، بيبقى مدفون في الارض، فبالتالي لا بيعرف يتحرك في الاكس فبيظهر ار اكس، ولا بيعرف يتحرك في الواي فبيظهر ار واي، ولا بيعرف يروتيت. يبقى ده كده ايه؟ بيظهر عندي حاجه اسمها ايكويفالنت كابل. يعني ايه ايكويفالنت كابل؟ ازدواج مكافئ لمقدار العزوم اللي عليه، وهو بيرد بنفس القيمه اللي ابلايد عليه. طيب الصورة الثانية دي بيكون ملحوم في الأرض، ده كده علامة اللحام، برضو بيظهر له إيه؟ RX و RY و equivalent couple. نركز في الديفينيشن ده اسمه equivalent couple. دول الثلاث صور الرئيسية في إيه؟ في أنواع التثبيتات المختلفة في الإيه؟ في الـ 2D. طيب أنا لما باجي أدرس المسألة، أول حاجة بعمل إيه؟ بدور أول خطوة، ببحث عن ايه؟ عن البادي which will study. انا هدرس مين؟ مين الجسم المنوط بالدراسه؟ طيب حددته، ارسم الفري بادي دايجرام، يبقى درو الفري بادي دايجرام بتاع البادي، بس من غير ايه؟ without المين سبورتنج بوينتس. ايه بقى المين سبورتنج بوينتس دي يا باشمهندس عشان احنا مش فاهمينها؟ يعني ايه مين سبورتنج بوينتس دي؟ المين سبورتنج بوينتس دي بتشمل ثلاث حاجات: التثبيتات مع الجراوند او مع الوول او مع السيلينج. يبقى التثبيتات مع الجراوند او مع الوول او مع السيلينج هي المين سبورتنج بوينت.
لما ارسم اما احدد الجسم وارسم الفري بودي دياجرام هتظهر لي بقى الفورسز الانون اللي انا محتاج ادرسها. تمام؟ وابتدي احل المساله بتاعتي بالثلاث معادلات اللي احنا اتكلمنا عليهم. يبقى احنا كده عرفنا انواع التثبيتات المختلفه، عرفنا المعادلات اللي احنا هنستخدمها، عرفنا ازاي نحل المساله والخطوات اللي احنا هندخل بيها على المساله. يبقى هنا انا عندي ادي انواع التثبيتات: رولر سبورت رياكشن واحد، بين سبورت تو رياكشن، فيكسد سبورت بيدي تو رياكشن اكويفلنت ايه كابل. وادي الثلاث معادلات اللي احنا قلنا عليهم في اول السكشن. اول مساله شوانس، هو ايه السيلينج دي؟ نعم، السيلينج اللي هي الجراوند او الوول او السيلينج. ماله السيلينج بقى؟ انت عارف عايز يعني ايه سيلينج؟ هو يعني ايه؟ سيلينج اللي هو السقف. ماشي تمام، شكرا. اول مساله ثلاث دقايق كده نفكر فيها يا باشمهندسين.
ها يا باشمهندسين، ايه هي المين سبورتنج بوينتس في المساله دي؟ ان بي واي اكس. A و B، برافو. والجسم المنوط بالدراسة هو الشكل بتاع التراس ده كله، تمام؟ يبقى أنا كده A و B هي بين supporting points وعلى الأرض. طيب نوع التثبيت عند B هيدي كام reaction؟ 1. هيدي كام؟ 1 ان بي. 1 بالظبط. طب الرياكشن بتاعنا هيبقى في اتجاه مين؟ في اتجاه ال Y axis. reaction واحد لأنه هو إيه؟ رولر سبورت على عجل زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. طيب نوع التثبيت عند ايه يدي كام رياكشن؟ 2. يدي اي اكس و اي واي. اي واي، برافو برافو برافو. تمام، كم مجهول كده عندي؟ 1 2 3. يبقى انا كده عندي 3 مجاهيل في 3 معادلات اقدر احلهم. اخد مومنت عند مين؟ الاي. تمام. طيب مومنت عند ايه؟ يبقى الار اكس الاي اكس والاي واي هيبقى ليهم مومنت بتاعت كانسل بزيرو. برافو. طيب ال5 كيلو نيوتن دي بقى المومنت بتاعها حوالين الايه؟ في المسافه كام؟ 4. 4 واشارته ايه؟ نيجاتيف. واشارته نيجاتيف. طيب ال10 في المسافه كام بقى؟ تبقى 6 كوزان 45 زائد 2. برافو، 6. دي جبنا منين بقى ال 6 كوزان 45 دي؟ بصوا يا باشمهندسين، دي المسافة العمودية اللي بتاعت ال 10 اهي. دي المسافة العمودية بتاعت ال 10 متقسمة جزئين. ايه هما الجزئين؟ 2 زائد 6 كوزان 45. وإشارة المومنت ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف. واخر حاجه عندي الار بي في المسافه كام؟ 6 كوزان 45 زائد 6. زائد 6. برافو. تعال نبص على الحل اهو. الحل كالاتي اهو، ادي المومنت اباوت ايه، وادي قيمه المومنت. الار بي في 6 كوزان 45 ناقص 10 في 2 كوزين 45 ناقص 5 في 4، وطلعنا من هنا مين؟ الـ RB. بعدين طلعت الـ RB، يتبقى لي مجهولين ويتبقى لي كم معادلة؟ معادلتين. معادلة مين ومين؟ معادلة الـ FX ومعادلة الـ FY. سيجما الفورسز في اتجاه الاكس، ايه الفورسز اللي عندي في اتجاه الاكس في المساله دي؟ ها؟ هنعمل ريزوليوشن بس الخمسه. الاي اكس وعندي اهم ريزوليوشن الخمسه. الخمسه دي بقى نعملها ريزوليوشن، الزاويه دي كام؟ 45. 45. 45. يبقى 5 كوزين 45 واشارتها بوزيتيف، والاي اكس برضو اشارتها بوزيتيف عشان انا افرضها في اتجاه البوزيتيف دايركشن بتاع محور اكس. فبالتالي الاي اكس تطلع باشاره نيجاتيف، والاشاره النيجاتيف دي معناها ايه؟ معناها عكس الاتجاه اللي انا فرضناه بس، لكن مفيش اي مشكله في الاشاره دي. طيب سيجما الفورسز في اتجاه الواي، ايه الفورسز اللي عندي في اتجاه الواي؟ عندي ال10 واشارتها نيجاتيف، تمام، وعندي ال5 ساين 45 واشارتها برضو نيجاتيف، تمام، وعندي الار بي اللي انا لسه حاسبها والاي واي. الار بي دي جيفن طبعا بالنسبه لك خلاص. يبقى الاي واي هي المجهول الوحيد، نطلع الاي واي. في اي سؤال؟ تمام يا باشمهندس. المساله اللي بعديها ناخد دقيقتين نفكر فيها.
فين المين سبورتنج بوينتس وفين البادي اللي انا هدرسه. اول حاجه نحدد البادي. مين البادي؟ اي دي. اي دي جميل قوي. طيب المين سبورتنج بوينتس تبقى مين ومين؟ اي وسي. اي وسي برافو عليك. الاي وسي. طيب الاي ده هيظهر عنده كام رياكشن؟ 1 ار اي. بس عند نقطه ايه في حاجه تانية؟ في تنشن. في تنشن هيظهر بسبب الحبل اللي عند بي. واحد يجي يقول لي طب يا باشمهندس نقطه بي دي مش هتخش معانا في الدراسه؟ اقول لك لا دي ولا كاننا شايفينها. طب ليه يا باشمهندس؟ عشان الجسم المنوط بالدراسه بتاعي هو الاي دي، فبالتالي نقطه بي دي ملهاش لازمه غير ان هي ماسكه الايه الحبل، وبالتالي لما اجي افك او افصل نقطه ايه يظهر عندها ايه الرياكشن بتاع ايه وكمان التنشن بتاع الحبل. تمام. طيب نقطه سي هيظهر عندها الرياكشن عامل ازاي؟ عمودي على السطح. عمودي على الاي دي. طب ليه يا باشمهندس الرياكشن عمودي على الاي دي؟ عشان شايفين المسمار ده مسموح له بان هو يتحرك في الاتجاه ده. ده احد صور السيمبل سبورت، هو مسموح له ان هو يتحرك في الاتجاه المايل بتاع الاي دي، فبالتالي بيكون رد الفعل عمودي على الاتجاه المايل اللي هو الاي دي، يبقى الرياكشن عمودي على اتجاه المايل اللي هو الاي دي. طيب وايه كمان حاجه ناقصانا لسه؟ طبعا الويت بتاع الويت الام جي، ما ننساش الام جي. طيب الام جي دي طبعا جيفن، انا معايا الار اي ومعايا التنشن ومعايا الار سي. طيب كده ثلاث مجاهيل في ثلاث معادلات، ناخد مومنت عند مين؟ عند الاي. برافو عند الاي. بالتالي انا شايف عند السي عشان يبقى اسهل لحد ما شايف عند السي. طب بص يا باشمهندس لو جينا اخدنا مومنت عند الاي كم فرصه هتطير؟ اللي عند الاي ايه لحظه الفرصه بتاعت ناحيه الاي دي من ناحيه السي. لا بص خد مومنت عند الاي فالتنشن هيروح والار اي هيروح ويبقى لك الار سي بس. لكن لو اخدت مومنت عند السي الار سي هيطير لكن التنشن مش هيطير ولا الار اي هيطير، فتطلع لك معادله في مجهولين. فهمني؟ مفهوم حضرتك. يبقى المومنت عند الاي افضل من المومنت عند السي. فيبقى المومنت عند الاي هو الافضل، افضل صوره. ويبقى عندي هنا بقى ايه الام جي هيتضرب في ايه بقى؟ ها ام جي في 0.5 كوزين ايه 30. يبقى الام جي المسافه العموديه بتاعته اللي هي فين دي بقى؟ اهي دي المسافه العموديه اللي هي بتساوي ايه بقى المسافه العموديه دي؟ 0.5 كوزين 30. يا باشمهندس جبت ال 30 دي منين؟ اهي اللي هي الزاويه دي، ما دي كلها 30. طيب واشاره المومنت بتاع الام جي ايه؟ نيجاتيف. طب والان سي في المسافه كام؟ 0.7 على طول عشان هي عموديه على الاي سي، وبالتالي هلاقي عندي مجهول واحد اللي هو الان سي اقدر احسبه. طيب الخطوه اللي بعد كده التنشن بتاعنا. التنشن بتاعنا لو نفتكر كان عامل زاويه كام؟ 15 درجه. طيب يبقى سيجما الفورسز في اتجاه الاكس التنشن هيبقى ايه؟ تنشن كوزاين 15 في اتجاه الاكس. مين بقى هيتحلل معانا كمان في اتجاه الاكس؟ ها مين؟ الان سي. الان سي. طيب جميل. الزاويه بقى بتاعت الان سي دي كام؟ حد يقدر يقول لنا؟ 30. كام؟ 30 بتاعت العمود دي. 30؟ لا دي مش 30، ما ينفعش نقول على دي 30. تعال نبص بقى كده بالاثبات اهي. حضرتك بتشاور على اي زاويه بالظبط؟ عشان انا بتكلم على الزاويه اللي فوق. بشاور على الزاويه دي عشان الصوره بسيطه. الزاويه اللي انا اللي هي ماسكها دلوقتي دي كام؟
لا دي مكملتها بقى. سوري متمماتها تبقى 60. دي 60 بالظبط. الزاويه دي كام؟ الزاويه دي كام؟ انا دي كام برضو؟ دي 30. لا دي مش 30، دي 60 برضو. دي 60 برضو. انا قصدي الزاويه اللي هي الزد دي اللي ما بين المستوى والافق بالظبط. والزاويه دي بقى كام؟ 45. 30. دي 30. الزاويه دي 60 والزاويه دي 30 والزاويه دي 60. طب يا باشمهندس عرفت منين؟ شايفين الزاويه دي؟ الزاويه دي كلها كام؟ الزاويه دي 30. 30. طب دي كام؟ 60 اصلا. لا مثلث دي 60. طب والزاويه دي زائد الزاويه دي كام؟ 90. تبقى دي كام؟ 30. طب ودي زائد دي كام؟ 90. تبقى دي كام؟ 60. 60 تمام. طيب يبقى انا عندي ال ان سي كوزاين 60 واشارته نيجاتيف عشان فهو في اتجاه النيجاتيف اكس، والتنشن اي بي كوزاين 15 واشارته بوزيتيف عشان هو في اتجاه الاكس. الاقي عندي مجهول وحيد اللي هو مين؟ التنشن اي بي اقدر اطلعه. سيجما الفورسز في اتجاه الواي ايكوال تو زيرو. ايه الفورسز بقى اللي عندي في اتجاه الواي؟ الام جي واشارته نيجاتيف، والان سي ساين 60 واشارته بوزيتيف، والار اي واشارته بوزيتيف، والتنشن اللي انا لسه حاسبه ساين 15 واشارته ايه؟ بوزيتيف. هطلع من هنا مين؟ الار اي الفاليو بتاعتها كام؟ في اي سؤال؟ باشمهندس انا مش فاهم الزوايا جت ازاي تاني كده؟ اني زاويه طيب؟ اللي هي الزاويتين اللي عند الان سي. طيب الزاويه بص يا باشمهندس، شايف المثلث ده؟ ده مثلث قايم الزاويه. ده المثلث ده مثلث قايم الزاويه اهو. الزاويه دي كام؟ تمام 30. تبقى دي كام؟ 60. تبقى دي كام؟ 60. سكت ليه؟ دي 60. تبقى دي كام؟ مش هما مجموعهم 90؟ ال ان سي عامله زاويه قايمه مع الجسم. ايوه انا فاهم فاهم. انا دلوقتي بقول لك دي انت أيوة. امشي معايا بس امشي معايا. تبقى دي كام اللي انا واقف عليها دي؟ 60. طيب ودي تبقى كام؟ بقيت ال 60 من ال 90 صح كده؟ يعني 30. 30 تمام ماشي. تبقى دي كام؟ والعلاقه ما بين الزاويه دي الزاويه دي الزاويه دي كلها الخطين دول مش قايمين على بعض؟ 90. الزاويه دي كام؟ تمام تمام ماشي. وصلت؟ وصلت. انتوا عارفين يا باشمهندسين ان اللي بيوقعكم في المسائل هي الزوايا؟ يعني انت بتبقى عارف تحل المساله كويس جدا، بس مشكلتك الوحيده ان انت مش عارف تستنتج الزاويه ازاي؟ يعني مشكله الزاويه دي بتبقى مشكله المفروض ايه؟ انت اصلا جاي مفروض تبقى انت عارف تعمل تحلل الزوايا وتبقى فاهم الزوايا بتاعتك عامله ازاي؟ فلازم ايه؟ يعني الموضوع بتاع التريجنومتري ده يعني ايه؟ نعمل له انهانسمنت شويه عندنا عشان ما اقعش في المساله عشان زاويه بسيطه او زاويه يعني تضيع مني درجات المساله كلها. في اي سؤال؟ لا شكرا. المساله اللي بعديها يلا نفكر فيها.
تمام يا باشمهندس. هو الفيكس السبورت بيقري لأكشن واحد صح؟ لا ثلاثة AX و AY و Moment. هنا بقى يا باشمهندسين فين المين سبورتنج بوينت؟ الايه؟ الايه؟ ونوع التثبيت عند ايه؟ نوعه ايه؟ فيكسد. فيكسد يبقى عايز كام رياكشن؟ ثلاثة. ايه اكس؟ وايه واي؟ وايه كمان؟ الكابل. ويبلاند كابل. برافو عليكم ان انتوا قلتوا عليه كابل. انا مبسوط من الناس اللي قالت كابل. برافو عليكم. equivalent كابل اهو. يبقى انا عندي التلات مجاهيل عند نقطة واحدة. ناخد المومنت عند مين؟ ناخد طبعا عند ايه عشان نطلع الكابل. عشان نطير الاي اكس والاي واي. طب الكابل هيطير ولا مش هيطير؟ لا يفضل معانا الكابل. برافو عليك لان الكابل ما بتأثرش بحاجة. فبالتالي هاخد مومنت عند الايه والكابل مش هيطير. فيبقى عندي الحل كالآتي. مومنت اباوت ايه هلاقي عندي الستة في المسافة كام؟ واحد ونص. واشارتها نيجاتيف عشان هي ايه؟ لوكوايز. طب الاربعة دي بقى باشمهندس فين القابل اللي عند الايه ده؟ طب ممكن نخلص المسألة وهجيلك تاني. هنا الأربعة اللي عند الإيه دي هتتحلل لكم كومبوننت؟ اتنين كومبوننت. واحدة في اتجاه الإكس وواحدة في اتجاه مين؟ الواي. طب اللي في اتجاه الإكس دي بتعمل مومنت ولا ما بتعملش؟ أكيد بتعمل. أكيد بتعمل. مسافة كام؟ مسافة كام العمودية؟ واحد ونص. واحد ونص ساين. واحد ونص ساين 30 إشارتها نيجاتيف. طيب. تمام؟ طيب والأربعة اللي في اتجاه الواي بتعمل مومنت ولا ما بتعملش؟ تعمل. في المسافة تعمل. كام؟ ثلاثة. ثلاثة زائد واحد ونص. كوزاين 30 وإشارتها برضو نيجاتيف. وإشارتها نيجاتيف. زائد الـ M star اللي هو مين؟ الكابل. اللي هو المجهول بتاعي. هطلع الـ M star. طلع معايا جميل جدا سيجما اف اكس. هطلع ايه الفورسز اللي عندي في اتجاه الاكس؟ ها الاربعه كوزاين 30 ناقص الاي اكس عشان الاي اكس انا فرضتها في اتجاه النيجاتيف. فبالتالي اربعه كوزاين 30 ماينس الاي اكس يبقى الاي اكس طلعت معايا. ما عنديش حاجه ثانيه في اتجاه الاكس. طب ايه الفورسز اللي عندي في اتجاه الواي؟ السته واشارتها نيجاتيف
والأربعة وإشارتها نيجاتيف 4 ساين 30 طبعا زائد الاي واي نطلع الاي واي عندنا. اللي كان بيسأل فين كان بيسأل تطرق ولا فتح حطنا قبل بتقول لي حطنا قبل لا لا مش ده سؤال اتفضل. طيب هو احنا ليه السته اللي في اتجاه الواي دي ما ضربناهاش في الـ في الـ في الطول ليه؟ معلش تاني عشان الصوت قطع. ليه السته اللي في اتجاه الواي ما ضربناهاش في 1 ونص؟ ما ضربناها في 1 ونص اهي ضربناها لما كنا بنطلع المومنتم بس ما ضربناهاش لما كنا بقى بنطلع الفورس. بالظبط انا قصدي واضح تجيب السيجما واي. ما مش تضرب في المسافه انت بتطلع التوتال بتاع الفورس. مهندس دي فورس انت عايز انت لما تيجي انت هنا في الاكس والواي بتتعامل مع الفورس اما هنا بتتعامل مع مومنت. ايوه تمام معلش الدنيا دخلت في مهندس هو فين؟ لا تمام هو فين القبل هنا هنا فين الايه؟ قبل حضرتك قلت في قبل اللي هو الام اس ستار اللي احنا حسبناه في الاول. انا مش فاهم تاني كده. بص يا باشمهندس دلوقتي ده لو كانت نقطه A دي هنج او بين سبورت كنت متوقع ان السيستم ده يبقى متزن؟ لا هيبقى بيلف تقريبا اول ما تاثر عليه اي فورس لتحت او هو هيقع تحت تاثير وزنه هتلاقيه لف عشان هنا في ايه مسمار بيلف حواليه. لكن احنا ثبتناه تثبيت تام. يعني ايه تثبيت تام؟ بقى في اكس وفي واي وفي ايكويفالنت كابل بيمنعه من ان هو يلف كلوك وايز بسبب الفورسز اللي بتاثر عليه دي. صح ولا غلط؟ شيء اللي انا اعرفه مش الكابل ده اللي هو بقى ام فورس عكس الاتجاه ونفس القيمه. ماشي ده تعريف الكابل تمام. بس في انواع السبورتات يا باشمهندس بتمنع السيستم من الدوران. تمام زي مثلا عمود النور اللي في الشارع ده. انت ماشي بالعربيه وخبطت في عمود نور خلاص. خبطت في عمود نور بقوه 5 نيوتن على ارتفاع متر. يبقى انت اثرت على عمود النور بمومنت قد ايه؟ الفورس في البربنديكولار ديس اللي هي كام يعني؟ اللي هي ارتفاع حضرتك قلت 5 تقريبا. فورس 5 في ارتفاع متر. ارتفاع متر يبقى كام؟ 5 في الارتفاع المتر يعني 5 يبقى 5 نيوتن متر. جميل. انا بقول لك بقى ان العمود النور ده بيستحمل او عنده ايكويفالنت كابل لغايه 30 نيوتن متر. هل عمود النور لما العربية تخبط فيه بخمسة هيرد هو بكام؟ هيرد بالتلاتين ولا هيرد بكام؟ هيرد بالأقل. هيرد بكام يعني؟ هيرد بخمسة. بالخمسة. طب ليه يا باشمهندس هيرد بالخمسة؟ عشان يفضل متزن ويفضل واقف على حيله. طب لو خبطت فيه العربية بعشرة هو يرد بكام؟ بعشرة برضو. طب عشرة. برافو. طب لو عشرين يرد بعشرين. 30 يرد بال 30 كلهم. طب لو العربيه خبطت فيه ب 35 هيأثر عليها بخمسه وهيحركها هيتكسر خلاص. تمام. العمود النور هنا ايه؟ هيتكسر. نفس الكلام في المساله دي. شايف الرد اللي قصادك ده؟ الرد اللي قصادك ده بيستحمل مجموعه من الفورسز بتاثر عليه وفي التثبيت ده هو مانع الدوران. فعشان يمنع الدوران لازم يرد بالكويفلنت ايه؟ قبل عشان ما يلفش عشان يستحمل الفورس الستة ويستحمل الفورس الاربعة وما يلفش معاهم. وصلت؟ تمام. في اي سؤال؟ تاني؟ المسألة اللي بعديها فكر فيها.
واحنا ما اخدناش ديستريبيوتد لود. تقول ايه يا باشمهندس؟ الدكتور ما شرحتش الديستريبيوتد لود. طيب بص، اعتبر ان هو concentrated load وبيساوي 400 في 6 في نص، وبيأثر هنا، بيأثر هنا بالظبط. تمام. اعتبر ان هو concentrated load وبيساوي 400 في 6 في نص. تمام. معلش يا باشمهندس، بقول لنا اللي هو نقل المثلثات دي ما بعرفش اعمله خالص. هيبقى 2000 يا باشمهندس.
هو ال 2000 بالظبط يعني. في اثنين سبورت على فكره. اثنين مفيش سنة 2000 ان ايه يا جدعان طلعت ب 750 والبي واي هتطلع ب طلعت معايا كده تمام صح؟ طلعت معايا ال ان ايه بكام لحظة؟ 150 طلعت معايا ب 1000 طلعت معايا ب 700 طلعت معايا ب 1000 برضه. خلي بالكوا ان البتاع ده مايل. ايوه ما هيتنقل العكس اللي بعكس في مسألة جت شباب في الميد اللي فات. فين المين سبورتنج بوينتس يا باشمهندسين؟ اتنين A و B. الـ A و B يمين. يبقى الـ A ده عايز رد فعل ماله بقى؟ مايل او رأسي على اللي هو مستوى المايل ده. اه بالظبط كده. والـ B يدي كام رد فعل؟ X و Y. X و Y. جميل قوي. ادي الثلاث مجاهيل بتوعي مع الـ concentrated load اللي احنا قلنا عليه. distributed load ده هنشرحه قدام شوية. طيب. عايزين بقى ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي. شايفين المثلث اللي انا هرسمه ده؟ زي المثلث بتاع 3 4 5. هنا بقى الاربعه تبقى فين؟ فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال. برافو عليك. الاربعه تبقى فيرتيكال. جميل جدا شاطر. نقول بقى على معلومه مهمه جدا من غير لما نقعد نفكر ونوجع دماغنا. من غير لما نقعد نفكر ونوجع دماغنا ان المثلث اللي مع السطح مايل يتقلب مع الفورس العموديه على السطح. يعني ايه الكلام ده؟ تاني كده. المثلث اللي مع السطح المايل يتقلب مع الفورس العموديه على السطح. يعني ده دلوقتي المثلث بيوضح زاويه ميل السطح. طيب المثلث بتاع الفورس يبقى ايه علاقته بالمثلث ده؟ هو بس مقلوب. يعني مقلوب يعني الهوريزونتال فيرتيكال والفيرتيكال هوريزونتال. يعني الاربعه هنا كانت هوريزونتال تبقى ايه؟ تبقى فيرتيكال. والثلاثه كانت فيرتيكال تبقى ايه؟ هوريزونتال. لازم تاخد بالك من الحركه دي كويس جدا جدا. دي هي التركه بتاعت المساله اهو. ادي الفورسز بتاعتي. هناخد مومنت طبعا عند البي. يبقى عندي نص 400 في 6 في المسافه كام؟ المسافة 3 واشارته بوستن. طيب وعندي الـ N A. الـ N A بقى ها الـ N A المركبة دي بتعمل مومنت. المركبة اللي في اتجاه الاكس دي بتعمل مومنت؟ لا اللي هي بي 1 بقى حضرتك بزيرو. برافو. لكن المركبة اللي في اتجاه الواي هي اللي بتعمل مومنت. اللي هي في المركبة في اتجاه الواي اللي هي مضروبة في كام؟ في 4 على 5 ولا 3 على 5؟ تبقى 4 على 5 يا باشمهندس. 4 على 5 من المثلث تمام؟ في المسافة كام؟ 6. هلاقي إن أنا طلعت المجهول الأول وهو مين؟ الـ NA. طيب وسيجما FX هطلع مين؟ البي اكس. وسيجما اف واي نطلع البي واي. بص هنا المثلث شايف في الثلاثه. الثلاثه هنا ايه؟ هوريزونتال. بص هنا الثلاثه كانت ايه؟ فيرتيكال. الاربعه هنا كانت ايه؟ هوريزونتال. بص الاربعه هنا بقت ايه؟ بقت فيرتيكال. خد بالك ان المثلث اتقلب. دي فكره المساله المهمه جدا اللي عايزك تتعلمها. غير كده المساله عاديه حلينا زيها قبل كده كتير. لكن موضوع قلبة المثلث ده لازم تحطه في اعتبارك عشان بيلخبط ناس كتير جدا جدا. في أي سؤال؟ لا تمام يا هندسة. المسألة اللي بعديها نفكر فيها. باش مهندس هو صحيح. الحبل اللي فوق هيكون مهمل تعمل ايه؟ هو اللي فوق هيكون مهمل قد ايه؟
اللي فوق هيكون الحبل يعني. ايوه. مين الجسم المنوط بالدراسة عندك هتدرسه؟ هو هيكون الوزن اللي في السي. ايوه الاي سي بالظبط، يبقى هو ده الجسم المنوط بالدراسة. كتبنا شكرا. لا سؤال حضرتك، النقطة الثانية اللي فيها الحبل مش متسمية ديت، دي على الجسم صح؟ النقطة الثانية بزاوية. اللي فيها الزاوية مالها بقى؟ سميها أي اسم انت. اي بس انت مش ممكن سؤال؟ تفضل. هو دلوقتي انا عندي الصوت بيقطع تقريبا، في باكيت نص في الشبكه عندي، فالسكشن بتسجل صح؟ السكشن ايه؟ بيتسجل صح؟ عشان اسمعه مسجل عشان الصوت بيقطع. انا مسجل السكشن. ايوه يعني بس كل السكشن يعني من اوله لاخره عشان المعلومات صح؟ بس ايه؟ يعني السكشن يكون كامل علشان يعني انا بعتمد عليه اعتماد كلي. ايوه السكشن متسجل ورفعت لكم كمان البي دي اف اهو دلوقتي. تمام شكرا لحضرتك يا باشمهندس. بعرض الحاجة باشمهندس علاء، هو الويت 80 ال بي دي هتحولها لنيوتن متر نيوتن ازاي؟ هي بص يا باشمهندس، هي كده نيوتن، انت ما تحولش حاجة، هتطلع الفورس كلها بوحدة ال بي دي. تمام. دي ال بي دي بتقابل النيوتن في الاس اي يونتس، ال بي دي واحدة بالبريتش يونتس اسمها باوند. تمام. رطل في قدم او رطل في قدم. نيوتن برفيت ولا لا؟ مفيش نيوتن برفيت، نيوتن بس. نيوتن الباوند هو نيوتن بيساوي نيوتن. تمام بيساوي نيوتن بس. طيب خلاص. في ريشيو بس هو زيه في الواحد. اسال بقى سؤال، مين الرد المنوط بالدراسه؟ الاي سي عمود اللازق. الاي سي نقطة ايه هيبقى عندها كام رد فعل؟ 2 اي اكس و اي واي. جميل. وعندي بي في كام تنشن؟ واحد عمود من ناحية لفوق، والتاني المايل ده هيبقى عامل كده. طب ايه علاقة التو تنشنز ببعض؟ ما اعرفش بصراحة. هيبقوا ايكوالز نفس التنشن نفس الحبل، نفس التنشن عشان بيمر على بولي، وقال ان هو البولي ده ايه؟ فريكشنليس. قال لك ان هو فريكشنليس، يبقى التو تنشنز ايه؟ متساويين. طيب انا هسالك سؤال بقى، التنشن المايل ده لما تيجي تحلله المثلث ده، هل المثلث ده هيتقلب زي ما احنا بنعمل في المسائل الثانيه؟ لا هو زي بالظبط. لا ده مش هيتقلب. ليه؟ عشان ده في اتجاه الفورس على طول، ده مش على السيرفس. طيب الويت اللي عند سي ده معلوم؟ معلوم، بيساوي ايه؟ 80 على طول، كانه 80 نيوتن. يبقى انا كده عندي كام مجهول؟ واحد اثنين ثلاثة. لا اثنين بس، لان ده تي وده تي اهو، تي وتي والتمانين اهي، واي اكس واي واي. ناخد مومنت عند مين؟ عند الاي عشان نطير الاي اكس والاي واي.
التنشن الاولاني ده، التنشن الاولاني ده المسافه كام؟ خمسة. وشارته بوستن. طب التنشن الثاني بقى، أني مركبة بتعمل مومنت؟ مركبة الواي ولا مركبة الاكس؟ الواي. الواي. طب مضروبة في كام؟ اتنين على روت خمسة ولا واحد على روت خمسة؟ لا، في اتنين على روت خمسة. المسافة كام؟ عشر. عشر. ناقص التمانين في المسافة كام؟ 13. 13. نطلع التي. ادي اول مجهول طلع. سيجما اف اكس عندي الاي اكس والتنشن المضروب في واحد على روت خمسة واشارته نيجاتيف، نطلع مين؟ الاي اكس. سيجما اف واي عندي التنشن الاولاني والتنشن الثاني والويت، ومعايا الاي واي اطلع الاي واي. في اي سؤال؟ المثلث اللي هو المقلوب ده ومش مشروع ايه فيكسد سبورت؟ نعم تاني كده معلش، مش فاهم المثلث اقلبه امتى وكده ومش عند الايه المفروض في فيكسد سبورت ولا لا؟ طب تعالى لا، الايه مش فيكسد خالص. ازاي فيكسد؟ شايف المسمار ده؟ ده مسمار. ده ايه؟ ده مسمار. فعشان كده لو احنا لو ما فيش الحبال دي ايه اللي هيحصل للرود اي سي ده؟ هيقع على طول، هينزل لتحت، هينزل لتحت ويبقى كده اهو، يبقى في الاتجاه ده اهو. تمام. ده كده بين سبورت هنجت سبورت بيدي 2 رياكشن. بعد اذنك يا باشمهندس نيجي بقى للموضوع الفورس. بص، المثلث ده في اتجاه الفورس ولا مش في اتجاه الفورس؟ المثلث في اتجاه، يعني في اتجاه الفورس ماشي، يعني هو يعني مرسوم على زاويه ميل الفورس ولا مش مرسوم على زاويه ميل الفورس؟ اهو مرسوم على زاويه ميل الفورس، يعني الفورس وهو مرسوم عليها صح؟ تمام. المساله اللي قبليها المثلث اهو والفورس اهي، هل المثلث ليه علاقه بالفورس؟ لا. يبقى ده مثلث مرسوم على ايه؟ على السيرفس العمودي على الفورس، فعشان كده نقلب المثلث. اما هنا المثلث مش عمودي على الفورس، المثلث على الفورس نفسها فما يتقلبش. وصلت؟ تمام يا باشمهندس. آخر مسألة شديدة شوية بس عايزين نركز فيها.
باشمهندس بعد اذنك، هو احنا هنحط رياكشن مومنت عند ايه ولا لا؟ هنحطه. هو عند بي في رياكشن صح؟ عمودي على السطح اللي هو متظلل. هيا باشمهندسين، ايه انواع السبورتات الموجودة عندي هنا؟ عندي نوعين اللي هو الكولر والسموز. طيب عندي بي يدي كام رياكشن؟ اتنين. واحد في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي صح كده؟ لا مش المفروض عمودي على السطح. لا يبقى عمودي على السطح. عمودي على السطح. السطح اللي هو المايل. لازم يكون عمودي على السطح. بعد كده نحلله احنا. لازم يكون ايه؟ عمودي على السطح. مش عشان بي هو عشان شكل الرد هنا فيرتيكال بالمنظر ده يبقى رد الفعل عمودي عليه. اتجاه الواي. لا هو قاعد على سطح ماله؟ سطح مايل. يبقى رد فعل عمودي على السطح زي ما انت بتقول. طب والمثلث ده هيحصل فيه ايه؟ هيتشقلب. هيتقلب. هيتقلب، برافو، مثلث هيتقلب، يبقى عامل كده. مثلث هيتقلب. تمام. ده كده ايه؟ الار بي. تعالى بقى عند ايه؟ ايه ده هيدي كام رد فعل؟ اتنين. اتنين ايه هما الاتنين؟ تلاتة. واحد بس. الاكس والواي مومنت. اتنين ولا واحد؟ الواحد الواي والمومنت. هو يبقى مايل بعد كده. المفروض هيدي ان ايه عمودي وهيدي مومنت. برافو عليك. هيدي ايه؟ هيدي ار ايه عمودي. عشان هو بيتحرك على السيرفس المايل ده. والمثلث ده يحصل له ايه برضو؟ هيتقلب برضو كمان. هيتقلب برضو. طب اللي قال مومنت بقى هو مفروض كابل طبعا. بس ما علينا. ده يبقى equivalent كابل. طب ليه ظهر الكابل ده يا باشمهندسين؟ شايفين؟ عشان ويل. الرد الهوريزونتال ملحوم في الجلدة. الرد الهوريزونتال ملحوم في الجلدة. لو كان في هنا. لو كان هنا في مسمار. لو انا زودت مسمار كده. كان الكابل ده يحصل له ايه؟ هيتلغي. هيتلغي، برافو عليك. لكن انا ما حطيتش مسمار فما خليتش سماحيه ان الجلبه مع الهوريزونتال رود يتحركوا بحريه، فبالتالي هيظهر ايكويفالنت كابل عليها.
تمام. سواء كمان قال في السؤال ان هي فيكسد الكويفلنت كابل ده ايه يختفي. وصلت يا باشمهندس؟ صح يا باشمهندس. تمام تمام يا باشمهندس. هو ده كده ايه باشمهندس؟ صح اتفضل. هو ايه الفرق بين ان انا اقول في مومنت رياكشن او في كابل رياكشن ولا الاثنين واحد؟ بص يا باشمهندس، الجلبه دي بتتحرك على السيرفيس المائي، متفق ولا مش متفق؟ تمام. طيب وهي بتتحرك على السيرفيس المائي بتتحرك في اي اتجاه؟ في الاتجاه ده. فلازم يبقى رد الفعل ماله؟ عمودي على الحركه المسموح بيها. عمودي. طيب دلوقتي الجلبه دي بقى وهي بتتحرك على السطح ده، ايه علاقتها بالرد الهوريزونتال؟ ملحومه فيه ولا مربوطه بمسمار؟ ملحومه. ملحومه فيه. يعني الجلبه دي لو حبت تلف هتعرف تلف ولا مش هتعرف؟ مش هتعرف. لا مش هتعرف. بالتالي يظهر لها قابل ولا ما يظهر لهاش؟ يظهر لها. يعني اقول قابل ولا مومنت ولا يكون واحد؟ ثلاثة معنى. لا اسمه اكويفلنت قابل، زي كانه فيكسد سبورت يا باشمهندس، كانه فيكسد سبورت. تمام. فكده بقى عندي كام انون؟ واحد اللي هو الاكويفلنت قابل، والرياكشن عند الاي، والرياكشن عند البي. الرياكشن عند البي. اهو. يبقى اربعة كده. أربعة ليه؟ هم مش مين المجهول الرابع؟ ثلاثة مش حضرتك. أحسن سوري بيزحلق. بيزحلق نسيت. تمام. فبقى عندي هنا إيه؟ آدي الأربع مجاهيل، آدي الثلاث مجاهيل، لخبطتني يا باشمهندس. آدي الثلاث مجاهيل بتوعي. آدي الثلاث مجاهيل. طيب وعندي بقى كابل إكزيستنج، عندي كابل إكزيستنج، فين الكابل الإكزيستنج ده؟ أهو. ده كابل الاكزيستنج، وادي الفورس الاكزيستنج. خلاص ناخد مومنت عند مين؟ عند الاي. مش هيفرق، خد مومنت عند ايه، خد مومنت عند بي، مش فارقه، بس خد عند اي نقطه. اخدنا عند الاي 100 في المسافه كام؟ 3 واشارتها نيجاتيف، ادي اول واحد. تمام. طيب والكابل بتاع ال 200 ده اشارته ايه؟ كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ كلوك وايز، يبقى بالسالب، يبقى بالنيجاتيف. برافو. وبعدين مين بيعمل معايا مومنت؟ ال ان بي، عندي ان بي كوزاين وان بي ايه ساين. طيب الكوزاين دي مضروبه في كام؟ اللي هي في اتجاه الاكس دي، في 12 على 3 على 13 ولا 5 على 13؟ 12 على 13، بحس في نفس اتجاهها. لا غلط، المركبه بتاعت الاكس 12 على 13. بتقول الاكس ولا بتقول الواي؟ يبقى 5 على 13 اهي. حضرتك تقول الاكس ماشي. تمام. واشارتها نيجاتيف وفي المسافه 2. طب والمركبه بتاعت الواي في 12 على 13 واشارتها بوزيتيف في المسافه 6. شايف واخد بالك المثلث حصل له ايه؟ المثلث هنا اتقلب، ال 12 بقت فيرتيكال والخمسه بقت ايه؟ هوريزونتال. اهي ال 12 هنا كانت هوريزونتال والخمسه هي اللي كانت فيرتيكال. بص هنا برضه المثلث، التلاتة كانت هوريزونتال والأربعة فيرتيكال، بص حصل إيه في المثلث؟ التلاتة بقت فيرتيكال والأربعة بقت إيه؟ هوريزونتال. بعدين سيجما إف إكس بقى، يبقى عندك الـ إن إيه؟ 4 على 5 مع الـ إن بي في 5 على 13 وإشارتها نيجاتيف. سيجما إف واي الـ إن إيه في 3 على 5 مع الـ إن بي 12 على 13 ناقص الـ 100، هتلاقي إن أنت بقى عندك معادلتين في إيه؟ مجهولين. فين المعادلتين دول؟ بتوع ال اف اكس وال اف واي، اللي هما مين بقى المجهولين؟ ال ان اي وال ان بي. نحل المعادلتين دول مع بعض، نجيب ال ان اي وال ان بي ونرجع نعوض بيهم فوق في معادله المومنت عشان نجيب ايه؟ الايكويفلنت قابل اللي عند ال اي. في اي سؤال يا باشمهندسين؟ باشمهندس معلش. اتفضل. باشمهندس. ايوه معاك، سامعك باشمهندس. هو المومنت لو انا خليته على انتي كلوك وايز او لو خليته كلوك وايز، يعني لما اجي ارسم الرسم الثاني كفري دايجرام وعكست الدايركشن، هل تفرق في حاجه ولا هي لا؟ مش هتفرق يا باشمهندس.
انا فرضته هنا عكس عقارب الساعه فحطيت له اشاره ايه بوستن. عايز تفرض انت مع عقارب الساعه لو طلع عادي جدا، لو طلع اشارته بوستيف يبقى فرضك صح، لو طلع اشارته نيجاتيف يبقى فرضك غلط، بس مش فرق. تمام تمام ماشي. في اي سؤال تاني؟ انا باشمهندس بحل المعادلتين دول بالقلم. نعم بحل المعادلتين اللي هم 2 3 دول بالاله، بالاله الحاسبه. يعني مش محتاج الاله والله يا باشمهندس، انت هتودي مثلا في المعادله بتاعت بتاعت الاكس دي هتودي الان بي الناحيه الثانيه فتبقى هنا دي كده كانها ايكوال، هتوحد الدلالات واحد بس، فتروح انت تجيب دي بدلالة دي وتعوض بيها، يعني الموضوع مش صعب. او يا باشمهندس ممكن يعني نجمع المعادلتين صح؟ تجمع المعادلتين ليه بس يا باشمهندس؟ انت هتقعد بقى تضرب في 3 على 5 و4 على 5 وتقعد توجع دماغك ليه؟ بص يا باشمهندس حل معادلتين في مجهولين، انتوا مش عارفين تحلوا معادلتين في مجهولين؟ يعني انتوا عايزين اقول لكم نحل المعادلتين في مجهولين ازاي؟ لا مش مهم، اي حد مش هيعرف يرشقها على الاله وخلاص. دخلوها على القلم ما دام انتوا مش عارفين، بس يعني انا مستغرب ان انتوا مش عارفين تحلوا معادلتين في مجهولين يعني. بص انت ما تجمعش الا لو واحده من الاثنين هيطير من المجاهيل. اكيد. طالما هيطير تجمعهم عادي او تجمعهم زي ما تيجي يعني. بالظبط. بعد اذنك يا باشمهندس عندي سؤال. اتفضل. وفي الفيكسد سبورت ممكن يكون في احتكاك يعني يبقى رف؟ فيكسد سبورت في احتكاك؟ لا ممكن يعني بدل ما اقول سموث يبقى رف يعني احط احتكاك ولا ممكن؟ لا 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 هو اكس وواي وكويفلنت. شكرا يا باشمهندس. في اي سؤال تاني؟ هو هيفرق قبل المومنت؟ لا انا مش سامع صوتك، انت قطعت، انت بتسال ولا بتقول حاجه ثانيه؟ بقول لحضرتك هيفرق لو سميت قبل المومنت؟ لو سميت قبل المومنت لا مش هيفرق، انا بس بقول لك الاسم الصح بتاعه، عايز تسميه انت مومنت بينك وبين نفسك عادي مش هيفرق حاجه. تمام تمام كده يا باشمهندسين، انا كده خلاص خلصت السكشن متسجل ورفعت لكم السلايدز كمان على التيم، ربنا يوفقك. مش منسوا الكويز انت شو بقى حضرتك؟ استنوا على الكويز شوية هقول لكم عليه ما تقلقوش، مش هفاجئك بيه يعني. ماشي. هو يبقى في الكلية ولا اونلاين؟ نعم؟ في الكلية ولا اونلاين؟ بنسبة كبيرة هيبقى في الكلية. ايه؟ هيبقى في الكلية. ماشي. شكرا.